فما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة يتوعد فيها بالنار أو يجعل الله بإزائها حدا، زي الزنا والسرقة والقتل وإلى آخره والردة والعياذ بالله تعالى، أو يلعن الله ورسوله فاعلها، فإذا كانت واحدة من هذه فهي كبيرة وإلا فصغيرة. ولكن قال خلي الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني مش عشان صغيرة تروح تتعدى عليها، لا، وكمان سيبك من الصغائر حتى ينور قلبك بإذن الله. الوضوء يساعدك على هذا.